راح صح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، في ليلة مباركة ميمونة، ومن رحاب هذا المسجد العتيق، مسجد سيدنا الإمام الشافعي، اليوم الاثنين نبدأ ثاني حلقات الأسبوع الثقافي مع عالمين جليلين، سعادة الدكتور خالد الجندي العالم الفصيح والمتحدث اللبق. أسأل الله جل وعلا أن يمن علينا بعلمه وأن يفيض علينا مما أعطاه الله جل وعلا، وسعادة الدكتور خالد صلاح الدين مدير مديرية أوقاف القاهرة، أسأل الله جل وعلا أن يمتعهما بالصحة والعافية. ومع حديث عن الإمام مالك نبدأ مع فضيلة الدكتور خالد صلاح الدين، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، فحياكم الله جميعا. في بداية حديثي أتوجه بخالص الشكر والتقدير لكل من ساهم في اجتماعنا هذا على كتاب الله وسنة سيدنا رسول الله، وفي رحاب شيخنا الإمام الشافعي، أدعو الله عز وجل لهم بالتوفيق والسداد. كما أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى زميلي العالم الجليل فضيلة الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية على تلبيته للدعوة وحضوره الكريم. كما لا يفوتني أن أتوجه لحضراتكم بخالص الشكر والتقدير على حضوركم والحرص على استماعكم لدروس العلم. سيدنا الإمام مالك ابن أنس رضي الله عنه وأرضاه، إمام دار الهجرة، فقيه المدينة وعالمها، ولد سنة 93 للهجرة، سنة 93 من الهجرة، وهذا يعني أنه ربما عاصر بعض الصحابة، ربما، فإن لم يكن عاصر بعض الصحابة فيقينا عاصر وعايش التابعين، والتابعون هم من عاصروا صحابة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هو نهل من علم التابعين رضي الله عنهم وأرضاهم. شب ونشأ مع كتاب الله عز وجل، فحفظ القرآن الكريم في سن مبكر، ثم ارتحل أو بدأ في رحلة طلب العلم. ويقال في بعض الآثار أن والده عرض عليه وأخيه، أخيه النضر، ويقال إن النضر كان فقيها عالما جليلا، حتى إن الشافعي في صغره كني بأخ النضر. عرض عليهما أبوهما مسألة، فأجاب أخوه وأخطأ هو فغضب من ذلك، فغضب وانكفأ في طلب العلم، فلازم شيخه ابن هرمز. وابن هرمز هو أبو بكر عبد الله بن يزيد ابن هرمز،
أحد التابعين ولقب بفقيه المدينة، كان عالما تقيا ورعا يرد على أهل الأهواء والبدع، ويقال بأنه من شدة ورعه كانت إذا أقبلت غنم الصدقة إلى المدينة امتنع عن أكل اللحم. حينما نقول هذا الكلام ينبغي لأبنائنا ولطلاب العلم ولسامعينا أن يتعلموا من الذي يعني يذهب إليه أبناؤهم لطلب العلم. يعني في البداية من الذي كون هذا الجهبز؟ الإمام مالك. من الذي غرس فيه العلم والجد والاجتهاد؟ يعني إذا كان هذا حال شيخه، إذا كان هذا حال شيخه اللي هو ابن هرمز الفقيه التقي العالم الورع، قال سيدنا مالك عن نفسه أنه ظل 7 سنين لا ينقطع عن مجلس ابن هرمز، كان يذهب إليه في الصباح ولا يتركه حتى المساء، يذهب يروح الصبح ويظل معه حتى المساء. وهذا مثال للجدية والاجتهاد في طلب العلم. حينما نشرف بالحديث عن شخصية كشيخنا العالم الفقيه المحدث الإمام مالك، فإن هذا من قبيل أخذ العبرة والعظة والانتفاع بسيرة وبمناقب هؤلاء العظماء. أسأل الله عز وجل أن يحشرنا في زمرتهم. إذن في سن مبكر اهتم بطلب العلم، حتى قيل إنه درس في سن 17 من عمره، في سن 17 سنة جلس ودرس. وهذا ليس غريبا على إنسان وهب نفسه وحياته بإخلاص في طلب العلم. أليس هو الذي قيل عنه لا يفتى ومالك بالمدينة؟ انتشر علمه في الأمصار واشتهر في سائر الأقطار، فضربت إليه أكباد الإبل، وجاءه الناس من كل حدب وصوب ينهلون من علمه، وهذه نعمة عظيمة، وهذه نعمة عظيمة. حتى قال عنه أحد التابعين إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يضرب الناس أكباد الإبل إلى المدينة فلا يجدون أعلم من عالم المدينة. أحد التابعين قال إن المعني بهذا الأثر النبوي الصحيح هو الإمام مالك رضي الله عنه وأرضاه. يعني شوفوا، يعني وهذه يعني من النعم العظيمة ومن بركات ونفحات ومعجزات سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. اشتهر بين الناس بالفقه وعلم الحديث، حتى لقبه البعض بلقب أمير المؤمنين، وأمير المؤمنين هو من حفظ كم 1000 حديث. ها؟ طب مين الحجة يا مولانا؟ الحجة تمام. 100,000 ولا 1,000؟ طيب يعني. لقب بأمير المؤمنين في الحديث، وقال عنه أحد الصالحين
هو سيدنا الإمام البخاري قال أصح الأسانيد ما رواه مالك عن نافع عن ابن عمر. قال عنه الإمام الشافعي رضي الله عنه ما من كتاب أو لا يوجد كتاب على وجه الأرض بعد كتاب الله تبارك وتعالى أصح من موطأ مالك. وكان الناس يأتونه لطلب العلم فتخرج إليهم جارية له فتسأل أتريدون المسائل أو الحديث؟ فإن قالوا المسائل خرج إليهم، وإن قالوا نريد الحديث دخل إلى بيته أو إلى مغتسله فاغتسل، ثم ارتدى أفضل الثياب وتطيب من أفضل الطيب وارتدى عمامته وجلس على منصة لا يجلس عليها إلا إذا تكلم عن حديث سيدنا رسول الله. فسأله أحد الناس لما تفعل هذا يا مالك؟ قال إني أحب أن أعظم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني أحب أن أعظم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان لا يخرج عند كلامه عن حديث سيدنا رسول الله إلا إذا اغتسل وتطيب وارتدى عمامته وجلس على هذه المنصة إجلالا واحتراما وحبا للكلام عن حديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والكلام عن سيدنا مالك رضي الله عنه وأرضاه لا يحصيه قلم، الكلام عنه وعن مناقبه وعن سيرته وعن مراحل تعلمه لا يحصيه قلم، ولو ظللنا نجلس ساعات وساعات، ولكن حسبنا أننا نتعلم وسنظل نتعلم من أئمتنا الأعلام من سيرتهم ومن مناقبهم. تكلم الإمام في فنون كثيرة، ومن أشهر ما ترك الموطأ الذي قال عنه شيخنا الشافعي إنه أصح كتاب بعد كتاب الله تبارك وتعالى. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بعلمه، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعل جمعنا هذا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، ولا تجعل فينا ولا مننا ولا بيننا ولا حولنا ولا في مصرنا شقيا ولا محروما. اللهم اجعل مصرنا أمنا أمانا سلما سلاما وسائر بلاد العالمين. فرج يا رب هم إخواننا المستضعفين في غزة، اللهم فرج همهم ونفس كربهم، اللهم نفس كربهم وفرج همهم، داوي يا رب جرحاهم، ارحم يا رب شهداءهم، اللهم احفظهم بحفظك يا رب العالمين، اللهم كن لهم يا رب العالمين، اللهم كن لهم معينا ونصيرا. وأترك بقية الحديث عن مناقب شيخنا الإمام مالك لأخي وزميلي فضيلة الشيخ خالد الجندي، فما جئنا إلا لنستمع إليه ولننهل من علمه، فليتفضل مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وبعد، شكر الله لمن أحلنا هذا المقام. أبدأ الحديث بشكر السيد وزير الأوقاف الأستاذ الدكتور مختار جمعة أن كان سببا في تيسير هذه اللقاءات المباركات في بيوت الله عز وجل، وفي إعادة تعمير بيوت الله سبحانه وتعالى بمجالس العلم والعلماء والدعاة، لنتذكر العلم ولنعرف قدر العلم والعلماء
ولتصدح المساجد بتعلم كتاب الله تبارك وتعالى، فعاد المسجد كما كان بفضل الله عز وجل شعلة نشاط ومنارة وفنارة للخير والبركة، وهذه نعمة كثيرة. والحبيب صلى الله عليه وسلم يقول: لم يشكر الله من لم يشكر الناس. والشكر موصول لسيدنا المحترم العلامة دكتور الشيخ خالد صلاح على ما أولانا به من ثقة وأعطانا به من مرتبة، وحظينا من كلامه بمعسول القول ولطيف العبارات، وهذا إنما يدل على تواضع في نفسه ورقة في طبعه وعلوا في همته، فما قال ما قال إلا لتربية وخلق عرف عنه، فجزاه الله خير الجزاء. والحقيقة هو طوف بنا حول مقتطفات من قصة مالك رضي الله عنه وأرضاه، وهذا هو ما اكتشفته أنا أيضا، إنه الإمام مالك لا يمكن أن تحيط به جلسة ولا جلسات. الإمام مالك يحتاج إلى أن نتحدث عنه طويلا يعني أو طوالا، نحتاج إلى أكثر من مجلس للحديث عن سيدنا الإمام مالك، لأن الإمام مالك وحده كان أمة بين الناس، وكان منارة لا تتكرر، وكان عالما الحقيقة لا يشق له غبار، وكان محدثا ومتحدثا ومحبا، وكان قويا في الله ولا يخشى في الله لومة لائم، لكن ما لا يدرك كله لا يترك جله. وأنا الحقيقة وأنا بحضر لقصة الإمام مالك، يعني بذاكر لقصة الإمام مالك رضي الله عنه وأرضاه، الحقيقة وقع في يدي كتيب لطيف جدا اسمه 100 قصة وقصة من حياة الإمام مالك. وهذا الكتيب تأليف الشيخ محمد صديق المنشاوي، ليس المقرئ المعروف رحمة الله عليه، إنما هو تشابه في الأسماء فقط، لكن وجدت هذا الكتيب فيه نفائس ولطائف تليق بنا أو يجب علينا أن نعلمها، فإنما لم يعلق على هذه القصص، أورد القصص كما هو عن الإمام مالك رضي الله عنه وأرضاه حوالي 100 قصة، انتقيت بعضها وقلت نتحاور في معنى القصة أو حول هذه القصة، شيء مسلي وتجربة لا شك أنها ستكون لطيفة بمشيئة الله. نحن نتكلم عن إمامنا الإمام مالك، وزي ما قال لنا سيدنا إن الإمام مالك اتولد سنة 93 من الهجرة، يعني معنى ذلك رضي الله عنه وأرضاه إنه عاصر كبار التابعين رضي الله عنه وأرضاه، هذا لا شك فيه. ومعنى والغريب إن الإمام مالك اسمه مالك ابن أنس، اتولد في السنة التي مات فيها الصحابي أنس ابن مالك، يعني مات أنس ابن مالك وولد مالك ابن أنس، فسبحان الله من كانت له تدابيره في هذه السنة مات الصحابي الجليل أنس ابن مالك رضي الله عنه وأرضاه، خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم وحامل سره صلى الله عليه وسلم، الصحابي الكريم رضوان الله عليه وحشرنا الله معه رضي الله عنه وأرضاه. الصحابي بقى سيدنا مالك ابن أنس طفولته شيء وشبابه شيء وقصته محيرة وعجيبة جدا، لأنه هو رضي الله عنه وأرضاه تستطيع أن تقول أنه ولد موسيرا، يعني سيدنا الإمام مالك رضي الله عنه وأرضاه ولد في أسرة، هذه الأسرة تنحدر من أصول عربية يعني صحيحة 100%، وهو من جده كان من اليمن، انحدرت أسرته من اليمن، ولكن جده كانت عنده مشاكل مع والي اليمن، فاضطر إلى ترك، جاء لشكوى ليشكوى هذا الوالي الذي يؤلمه أو يضايقه، ده مين؟ ده جد الإمام مالك، فطاب له المقام واستقر في المدينة وفيها ولد الإمام مالك رضي الله عنه وأرضاه، فهو عربي قح كما يقال. الإمام مالك رضي الله عنه وأرضاه أسرته كانت أسرة ثرية، أنا بس عاوزك تاخد بالك من الملحظ ده، البعض متصور إن لازم أي شيخ أو أي عالم لازم يكون حالته 9 على الكافر زي ما بيقولوا. كلم عن نفسك ماليش دعوة بيك. ليتحدث كلنا عن حالي. الله العظيم. ف
فبعدين الإمام مالك ولد موسرا وولد في أسرة غنية وثرية وتعرف الثراء والرفاهية والترف. الله، يعني هذا الكلام لا يتنافى مع وجود القيم. الله، يبقى معنى ذلك أول الدروس المستفادة إن الغنى لا يتنافى مع القيم، والغنى لا يدعو إلى الفساد، والغنى ليس معناه الدعوة إلى الفجور وإلى الانحلال وإلى خلافه. لذلك كان الإمام مالك كان عنده أخ فيهم واحد اسمه النضر رضي الله عنه وارضاه، وسيدنا الإمام مالك رضي الله عنه وارضاه، إنما الاثنين غير بعض. الإمام النضر كان محبا للعلم جدا ومجدا فيه ومجتهدا فيه، إنما الإمام مالك في طفولته كان على العكس تماما، كان يحب المعازف وكان يحب الغناء. تخيل، شوف عن من أتحدث، أنا أتحدث عن مالك رضي الله عنه وارضاه، كان يحب الغناء وكان يحب المعازف، وكان يعني يسعده جدا أن يلهو بالحمام. زي عارف الواحد بيربي حمام الغية ديت يعني، فهو كان يحب الحمام ويقضي معه نهاره، وكان يعني يود لو كان يسمع الناس طربا وغناء وخلافه. حتى في مجلس الذكر سيدنا الشيخ خالد صلاح، أبوه بيسألهم مسألة، أجاب النضر، وطبعا الإمام مالك لم يجب، فأبوه قال له كلمة وجعته، كلمة وجعته. شوف حضرتك، هو أنا بس عاوزك تاخد بالك من الكلمة، هقول قال له إيه، وحنعلق وحنقول وحنتكلم وحنتعلم. أبوه قال له إيه؟ لهتك الحمام. بس بص، هو ما قالش غير كده، قال له اجري العب بعيد يلا، لهتك الحمام. يعني إيه؟ لا يعني أنت تلهيت خلاص، الحمام طير مخك، لهتك الحمام. هذه الكلمة أثرت في سيدنا الإمام مالك، حتى أنه راح لابن هرمز هذا رضي الله عنه وارضاه، أستاذه الذي لازمه لتعلم كتاب الله تبارك وتعالى وتفسير القرآن وقراءات القرآن، بيقول لك يعني ما تركته 7 سنين، ما فارقته، يعني عارف يعني كلمة ما فارقته؟ لزق كده للإمام، ما فارقته رضي الله عنه وارضاه. حتى أنه الإمام مالك من شدة غضبه من نفسه وأسفه على نفسه كان بيقعد، شوف، يطلب العلم عند ابن هرمز هذا على 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 رصيف بيته، لا يشعر به، يعني ما خبطش على الباب، راجل مؤدب، ابن طفل مؤدب، ما كانش يخبط على الباب، يتنه شايل دفتره وقلمه أو مدواته وقاعد على باب ابن هرمز، لا يطرق عليه الباب أبدا بالساعات الطوال، يقول لك حتى تسفخ الشمس رأسه، ما فيش شجرة يتظلل بها ولا مكان يتظلل به. وفي الشتاء بيقول هو نفسه الإمام مالك، بيقول كنت أحشو صدري بالورق حتى أكف عني الزمهرير، كان شدة الهوى واللفح، كان يقعد يحشي جلبابه بورق علشان يدفي نفسه أو خلافه، كان يقعد. وكان الإمام مالك كان وسيما قصيما، كان طويل القامة وكان أشقر لونه كده زي الشقر، عارف اللون الأشقر رضي الله عنه وارضاه، زي الهيئة الحسنة، مكتمل الوسامة ومكتمل البناء الجسماني، وكان فارع الطول رضي الله عنه وارضاه، وكان أبيضا مشربا بحمرة، وكان قسيما وسيما كما قلت لك، وكان أشقرا، حتى أنه اشتهر بكلمة الأشقر. كانت الجارية، ابن هرمز يسأل الجارية، يقول لها أحد بالباب؟ فتفتح تقول له إيه؟ ما وجدت غير ذاك الأشقر، هو الأشقر ده اللي مش عاوز يسيبنا ولا يحل عننا، ما وجدت غير ذاك الأشقر. الإمام مالك كان رضي الله عنه وارضاه، لأنه كان موسر، كان يملأ جيبه بالتمر، يشتري التمر ويملأ جيبه به ويذهب إلى الإمام، إذا وجد الباب مزدحم أو خلافه ماذا يفعل رضي الله عنه وارضاه؟ يفرق الصبيان، ما تخشش خد الباب التمر رضي الله عنه، كان يعطي التلاميذ التمر يقول لهم خليكم بس، وإن أتى أحد يسأل عن الإمام، لو حد جه يسأل عن الإمام قولوا له الإمام مشغول رضي الله عنه وارضاه. وفعلا هو لا يكذب، الإمام مشغول بتعليم مالك رضي الله عنه وارضاه. فكان الإمام مالك يريد أن يتفرغ الإمام له،
يفترس ما لديه من العلم. عنده نهم، نهم عجيب جدا. ليه بقى؟ نرجع للكلمة اللي قالها له، التي قالها له أبوه. الشاعر بيقول إيه؟ العبد تقرعه العصا والحر تكفيه إيه؟ تكفيه الإشارة. فسيدنا الإمام مالك رضي الله عنه وأرضاه الإشارة وجعته، وهو ده دور الأب. الأب لا بيضرب ولا بينهر ولا بيعنف ولا بينما التلميح والتجريح والتصحيح والتوضيح، هو ده اللي كان بيعمله الأب، الأسلوب التربوي النافع والناجح اللي كان بيعمله رضي الله عنه وأرضاه. المهم أنه كان سيدنا مالك كما ذكرت لكم في هذه الحال، والكلمة غيرت. فأنت لا تستهين بكلمة بتقولها لابنك في مجال تعليمه وفي مجال التوضيح ليه، ما تستهينش بكلمة بتقولها لابنك، ربما تكون هذه الكلمة سببا في فلاحه ونجاحه. شوف ازاي. وعاوز اقول لحضرتك ايه، كل واحد فينا بيتذكر من ابيه كلمات كانت دافعة له، حتى وان كانت هذه الكلمات فيها من التجريح وفيها من اللوم او العتاب، الا انها علقت في ذهنه ولم تتركه ابدا باي حال من الاحوال. فيعني ولذلك ربنا سبحانه وتعالى بيقول في كتابه الكريم وهو اصدق القائلين: وقل رب ارحمهما كما ايه ربياني. ده دورك انت، يعني انت دورك انك مش تعلف مش تاكل. احنا البعض فاكر ان التربيه مشروع تسمين، عمال ياكل ويلبس ويفسح، ياكل ويلبس ويدفع مصاريف النادي ومصاريف المدرسه وخلاص على كده. انما قعد مع ابنه علمه حاجه، نقل له قيم، اصطحبه الى المسجد او صهب القران، علمه سنه، وده الشيخ يعلمه، ابدا، دي كارثه. لذلك ربنا قال: وقل رب ارحمهما كما ربياني. القران ترك كل النعم التي انعم بها الاب على ولده ومسك في النعمه دي، نعمه التربيه، ما مسكش نعمه التغذيه ولا نعمه التدفئه ولا نعمه الترفيه ولا نعمه الدواء والغذاء والكساء والايواء. لا دواء ولا غذاء ولا كساء ولا ايواء. القران طرح كل هذه النعم جانبا وركز، قال: وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. المهم ان ام الامام مالك لقاته متالم من كلام الام. بقى دورها بقى، سيبك من كلام ابوك، ابوك اصله عصبي بس مالكش دعوه بيه، ما عرفش ايه. لا، المراه الصالحه هي التي تراعي ان الا يتناقض قولها مع قول زوجها. المراه الصالحه هي التي تعين زوجها على مهمته في تربيه الابناء. المراه الصالحه يعني خد بال حضرتك، المرأة الصالحة هي التي تكفي للتربية، لأن المرأة هي اللي بتربي وتتابع في الأصل وتكون أمينة في نقل حال الولد إلى الأب. لذلك الولد المنضبط بيتنسب لأمه وما بيتنسبش لأبوه. الولد المنضبط يعني، وإحنا عيال صغيرة لما كان واحد ما يرضاش يجي معانا نتخانق نقول لك: سيبك منه، ده تربية أمه. الله، مع انه هو اللي صح، اللي ما بيتخانقش وما بيشتمش وما يكسرش وما يأذيش غيره، طلع هو اللي صح. فطلع ان تربيه الام تترمز الى ايه يا سيدنا؟ الى الفطره، الى النقاء، الى الصواب. علشان كده العرب كانت تستخدم المصطلح ده للدلاله على النظافه، للدلاله على الصدق. فيقول لك: ده فلان امي، وهو الذي وصف به حبيبه صلى الله عليه وسلم. قال: النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. النبي الأمي هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. يبقى الأمية رمز عند العرب، كانت مش للقراءة والكتابة زي البعض ما فاهم، ده استخدمت بعد ذلك لهذا المعنى، استخدمت بعد ذلك. إنما لماذا وصف النبي بالأمي؟ للدلالة على الفطرة السوية والخلق القويم الذي ربته عليه أمه. فالأم هي المدرسة كما يقول الشاعر. إذن معنى ذلك يا سيادنا أنه أم مالك كانت مساهمة في تكوين شخصية مالك. أم مالك خدمتنا خدمة العمر. أم مالك ساهمت في صناعة الإمام مالك، راحت جايباه وجايبه له لبس اسمه المشمرة،
المشمرة دي ايه؟ اللي هو اللي احنا زي احنا دلوقتي يا مولانا كده، انتوا تقدروا تحددوا الناس الشيوخ اللي موجودة من خلال لبسهم. دولك العمة والكاكولا، الجبة اللي الجبة اللي نلبس، العمامة اللي بنلبسها، بتقول ده راجل ده بتاع ده لبس علماء، ده لبس المشايخ. فاللي جاي عاوز يسأل في مسألة بيختار واحد من أصحاب العمائم، بيبقى عارف ان هو ده الشيخ المنوط به الإجابة على المسائل الفقهية أو خلافه، ده اللي بيحصل. فكانت الملبس ملبس العلماء أيام مالك كان اسمه مشمرة، بس ده طفل صغير لسه، لكن لم تبالي راحت جايباه علشان تزرع وتغرس في نفسه الانتماء إلى العلم والعلماء. وراحت ملبسة المشمرة، لبسته عمة وهو طفل صغير، وهو طفل كده ما لبسته العمامة وهيئته. شوف بقى بتطبق اللي قاله الأب، الأب وجه والأم طبقت والابن نفذ. ايه الاسره دي؟ ما توحدوا الله تقولوا لا اله الا الله. دي تربيه، ده تربيه. لبسته المشمره وقلت له ايه؟ عليك بربيعه الراي. ربيعه الراي دوت اللي هو الامام ربيعه ابن الحسن رضي الله عنه وارضاه ابن جابر، وده الامام ربيعه الراي. كان بيقال عنه ربيعه الراي لانه كان رضي الله عنه وارضاه يكثر من شرح المسائل النبوية المنصوص عليها بمسائل غير منصوص عليه. فكانت عنده بيفترض آراء فقهية، وكان عنده نوع من أنواع الاستنباط الفقهي للأحاديث. فاللي بيستنبط فقهيا من المادة من الحديث أو من الآية اسمه صاحب رأي. لذلك كان العلماء أو الأمة كلها كانت ثلاث أنواع اعرفهم بعد ما تصلي على رسول الله. صنف الأولاني النصيين، الصنف الثاني الآرائيين، الصنف الثالث الظاهريين. يبقى أهل النص، أهل الرأي، أهل الظاهر. أهل النص اللي بيقف عند النص، يقول لك الحديث قال كده، أنا ما تجاوزش النص اللي اتقال. أهل الرأي بيقيس المسألة المشاهدة على المسألة غير المشاهدة، وبيعمل بقى القياس والاستنباط وخلافه. فده أصحاب الآراء، ومنهم أشهرهم أبو حنيفة رضي الله عنه وأرضاه، ده إمام الآرائيين يعني. وطبعا دوت وكانوا بيلجأوا ليها لما يقل الحديث عنده حديث، أو يكتر الحديث المكذوب فيخاف ياخد من الحديث المكذوب فيقيس المسألة، بيعمل عملية قياس. أنا عاوزك تعرف قياس يعني إيه. القياس غير المشاهد بالمشاهد، أو قياس غير المنصوص بالمنصوص. زي الحشيش، الحشيش ما تذكرش في القرآن ولا في السنة، ما فيش ولا آية ولا حديث بتحرق. لا اوعى تاخد من كلامي كده وتقف وتاخد بعضك وتقوم. اوعى. واحد الله لا إله إلا الله. إنما قال لك الحشيش ده، بص بقى اللي القياس بيأثر على إيه؟ بيأثر على العقل، بيأثر على العقل بالتفتير أو الإسكار أو التخدير أو الإسطال أو التسطيل يعني. طيب يبقى بيأثر بشكل ما. يقول لك لا ولا بيعمل معايا حاجة. لا بس ما بتاخده ليه؟ يبقى أكيد بيأثر ولو بالنشوة. يبقى المهم أنه بيأثر. طيب طالما بيأثر على العقل، نشوف حاجة بتأثر على العقل حكمها إيه فقه. لقينا الخمر، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام والرجس من عمل الشيطاني فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فتم قياس الحشيش على الخمر، فالحشيش كالخمر في التحريم وفي النجاسة وفي حرمة حضور مجلسه وفي حرمة تعاطيه وفي حرمة كسب منه وفي حرمة جلوس أو الرضا عن متعاطيه. كل ما من شأنه أن يحكم على الخمر أحكم عنه بالحشيش، وإن لم تنص عليه الآية صراحة وقص على ذلك. أدي يا سيدي مثال سريع لكلمة قياس. المهم قلت له إلزم ربيعة الرأي، وقبل أن تتعلم منه علما تعلم منه أدبا. شوف الأم قالت له بص ترجع لي من عنده بالأدب، أنا ما يهمنيش العلم بقدر ما يهمني الأدب. وهنا بقى التربية كانت على محورين، التربية التعليمية والتربية التربوية. فشوف الأم كانت بتربي ابنها مالك رضي الله عنه وأرضاه على إيه. المهم تعلم من أدبه قبل علمه. بيقول رضي الله عنه وأرضاه اللي احنا قلناه عنه، وبعدين
تعلم هو الإمام مالك من ربيعة الرأي ده حاجة بقى كان محتاجها جدا رضي الله عنه، وهو احترام أهل المدينة، احترام أهل المدينة، فلقى أن أهل المدينة بالنسبة له مصدر من مصادر التشريع، يتعلمها من ربيعة الرأي ده. بالمناسبة خد بالك بقى، طب ليه أو كان ربيعة ده بيقول كلمة كده إيه، يقول لك ألف عن ألف خير من رجل عن رجل. إيه الكلمة الغريبة دي؟ بيقول لك أهل المدينة ألف واحد، الألف واحد دول نقلوا عن ألف واحد تانين من الصحابة، الألف الصحابة دول نقلوا عن النبي، يبقى أنا أخد ألف معلومة من ألف نقلوها عن ألف أحسن لي من إن أسمع راوي واحد نقل عن راوي واحد. شوف الكلام العسل، ما توحد الله تقول لا إله إلا الله. كان يقول لي ألف عن ألف خير من رجل عن رجل. شوف فلذلك عمل أهل المدينة اعتبروا هو النموذج التطبيقي لفعل النبي عليه الصلاة والسلام، شيء عجيب. بعد ذلك انتقل سيدنا الإمام مالك لسيدنا ابن شهاب الزهري رضي الله عنه وارضاه. وهو من هو بقى؟ اتكلم عن ابن شهاب الزهري في التحديث وفي العلم، وكان أمير المؤمنين في علم الحديث رضي الله عنه وارضاه، وكان فقيه محنك، وكان أستاذ، جمع مع ابن شهاب الزهري الرأي مع النص اللي خده قبل كده من ابن هرمز رضي الله عن الجميع. المهم ابن شهاب الزهري كان حافظ للأحاديث بشكل عجيب، وكان محدش يضاهيه. في مرة من المرات يعني وجد، كان يصلي العيد، خطب بالناس العيد، ده ابن شهاب الزهري إمام فقيه، وده طفل صغير الإمام مالك لسه. فالمهم خلص صلاة العيد، فوجد الإمام مالك واقف له على باب البيت. الصبيان في السن دي بتعمل ايه في العيد؟ تلعب وتلهو وفرحانين بيعيدوا، لكن مالك ما عندوش وقت، مالك شايل مدواته ولوحه. قال ما بك؟ قال جيت أتعلم. قال اليوم العيد. قال والله لا أتركنك إلا إذا علمتني وحدثتني عن رسول الله. فأدخله قال له تعالى، أكلت؟ قال لا ما أكلت. فأمر له بطعام، كل. قال له ما جئت لطعام، إنما جئت لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. عجب ابن شهاب الزهري ده، قال لك إيه ده؟ فأخذ يحدثه حديثا بالإسناد، حديثا وراء حديث، لحد ما بتعب ابن شهاب، ملاه 40 حديث، قال له 40 حديث بيحكي، 40 حديث ابن شهاب الزهري، 40 حديث بإسنادهم برجالهم، قدام مين؟ قدام الإمام مالك أو الشاب الصغير المالك اللي قاعد قصاد منه. فلما جاء الحديث 40، خد بالك بقى، وكان كل العلماء بينهم قاعدة إجماعية إنه من حفظ 40 حديثا برئت ذمته من النفاق يوم القيامة. لذلك أنت بتلاقي إن العلماء كلهم حريصين على الجزء 40 ده، وكان الإمام النووي عنده 40 النووية. مثال، أنتوا عارفين الكتاب أو ده السؤال عن 40 النووية يعني. فالمهم بوقف عند 40، قال له يا غلام كفاك؟ قال والله ما كفيت. فالإمام ابن شهاب قال له أعطيني ما في يدك، رح خد الأوراق من إيده. قال هل استوعبت لك؟ هل استوعبت ما قلت؟ أنت فهمت اللي أنا قلته؟ الإمام مالك قال له نعم استوعبت. قال أسرد علي. يقول لك فسردها الإمام غيبا مشافهة حديثا حديثا، ما أخطأ في حديث واحد. ابن شهاب قال قم أنت أعلم الناس، أنت يا ابني أنا لا شفت زيك ولا حشوف زيك، ده أنت حاجة مش هتحصل ولا تتكرر رضي الله عنه وأرضاه. فطبعا تعلم منه برضو من أساتذة اللي علموا، اللي احنا قلنا عبد الرحمن بن هرمز وربيعة الرأي والزهري. الإمام نافع، مين نافع ده؟ ده الخادم بتاع سيدنا أو المولى، هنقول عليه مولى، عبد الله ابن عمر، عبد الله ابن عمر ابن عمر بن الخطاب، وعبد الله ابن عمر صحابي جليل. فكان الإمام وكان نافع، كان فيه حدة، هكذا يعترف مالك بيقول كده، بيقول وكان فيه حدة، إنما كان مالك بيتحاشى أنه يغضبه عشان عصبيته.
فكان مالك يقول كنت أتعمد المشي بين يدي كأني قد لقيته مصادفة وما كنت مصادفا، يعني أنا قاصد بس أنا مش عاوز أفرض نفسي عليه، فألقي عليه السلام فيسلم علي فأذاكره الحديث فيأخذ في مذاكرة حتى يجلس في مجلسه. ده مين؟ ده نافع. فرويت عن نافع الحديث قال ما يروي عني سواك، رويت عن نافع ما رواه عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى عندنا بين مالك وبين النبي كان كم راوي؟ اثنين، نافع عبد الله بن عمر، وعبد الله بن عمر هو صحابي نفسه كان صغيرا من العبادلة الثلاث رضي الله عنه وارضاه. فعبد الله بن عمر بن الخطاب كان ينقل من النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال لمن؟ لنافع، نافع يقول لمالك. دي اسمها ايه بقى؟ اسمها السلسلة الذهبية، وحد الله لا إله إلا الله. دي أرقى وأقوى سلسلة إسناد في علم الحديث، مالك عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله، اللهم صلي وسلم وبارك. شوف تخيل حضرتك، فكان يعني شيء عجيب لدرجة أنه كان بيتحمله، لدرجة أخت مالك زعلانة عليه بتقول له ولدك سكبت التراب على رأسي، واقف التراب عمال يزف على رأسي. قال دعيه إنه يتعلم حديث رسول الله. الأب بقى اللي بيعلم يا مولانا، الأب اللي مش الواد عملت فيه ايه، الواد بهدلت الواد، لا علم، علم وطلع رجالة وطلع ناس. ملكنا هذه الدنيا القرون وأخضعها جدود خالدون، وسطرنا صحائف من ضياء فما نسي الزمان وما نسينا. هكذا أخرج الإسلام قومي شبابا مخلصا حرا أمينا، فما عرف الخلاعة في بنات وما عرف التخنس في بنينا، ولم تشهدهم الأقداح يوما وقد ملأوا نواديهم مجونا. الرجولة زي ما ربنا قال من المؤمنين رجال. فالمهم يعني وكان في إمام من الأئمة برضو يتعلم منه مالك، وكان هذا الإمام من أئمة من أهل التصوف وأهل الزهد، اسمه محمد ابن المنكدر رضي الله عنه وارضاه. محمد ابن المنكدر هذا كان زاهدا يعني عابدا ورعا، وكان عنده فقه كثير. فكان الإمام مالك كلما بيقول كلما تغير قلبي هرعت إلى محمد ابن المنكدر فأرجع لديه وقد خشع قلبي من فرط خشية الله. شوف تخيل كان بيتفقد الإمام، ولذلك يقول لك إن خير إخوانكم من إذا رأيتموه ذكرت الله، اللي بيفكرك بالله. من يذكرك بالله حاله، من عليك به، من يذكرك بالله حاله، ده مهم جدا. فطبعا في الإمام طبعا مين بقى كمان من أساتذة الإمام مالك؟ كان الإمام جعفر الصادق رضي الله عنه، عليه سلام الله. الإمام جعفر الصادق سليل العترة الطيبة المباركة المحمدية المباركة، يقول ما وجل قلبي إلا عندما جلست جعفر الصادق، فكنت أجلس معه أرتجف خوفا وشفقة وتوقيرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخذ من جعفر الصادق الأداء والنسك لما بيجي يتكلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وزي ما قال لنا سيدنا كده، كان الجارية كانت تقول للإمام مالك لما كبر وبقى عالم بقى يجي التلاميذ عليه يقول لها شوفوا هم عاوزين ايه، فتخرج تقول لهم أجئتم لمسائل أم جئتم لحديث؟ للحديث. قالوا جئنا للمسائل، عاوزين بعض الفتاوى، يعني عاوزين نسأل في مسائل فقهية. فتقوم الجارية مدخلها على الإمام مالك، الإمام مالك يقعد يكلمهم ويفتي ويكلم وبتاع ويكتب إنما لو قالوا جئنا للحديث، لا دي ليها فيزيتة تانية، دي ليها تسعيرة تانية عند مالك. الحديث النبوي عند مالك ما بيتقالش كده. فيهرع مالك إلى مغتسله على طول، أول ما يتقال دول جايين عشان يتعلموا حديث النبي، فيغتسل وينتشط ويتطيب ويلبس أفخر ثيابه ويجلس، ثم يقول قال سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. تخيل شوف الناس اتعلمت منه أدب الحديث، أدب الحديث النبوي واحترام الحديث النبوي رضي الله عنه وارضاه. ما مالك يقول لك دخلت خادمه بيقول دخلت عليه فوجدته قد لبس ثوبا بخمسمائة، يعني أغنى واحد ممكن تشوفه
في ال ال إنما كان عارف ال ال وهكذا كان عبد الله بن المبارك أيضا من الأساتذة الذين أثروا في مالك أيام تأثير. المهم يعني كل الأئمة ويعني قالوا كلاما كبيرا في الإمام مالك، لكن أنا عاوز بس إيه أقرأ لكم حتة عجبتني قوي فيها من الفائدة والعلم ما فيها رضي الله عنه وارضاه. لما ألف الإمام مالك الموطأ، احنا اختصرنا الحديث لأن الرحلة بتاعته رحلة جميلة ومباركة، وأنا الحقيقة يعني مش عاوز أطيل، لكن عاوز أقول إيه، شوف بص: أقبل الناس في سعادة يسألون مالكا، فقيل له: أسمعت من عمرو بن دينار؟ فقال في أدب وتقدير واحترام، قال: رأيته يحدي. أنا صاح هو بيسأله، عمرو بن دينار كان بيروي الحديث، إنما مالك رفض أنه يكتب الحديث عنه. ليه ما رضيتش تكتب من عمرو بن دينار؟ اسمع أغرب سبب خلى مالك ما يكتبش الحديث عن عمرو بن دينار. فبيقول إيه: وجدته يحدث والناس قيام يكتبون، ولقيتهم واقفين بيكتبوا بيتكلموا عن النبي، وهو واقف بيقال: رسول الله كذا وكذا 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 وكذا، فكرهت أن أكتب حديث رسول الله وأنا قائم على قدمي. أنت متخيل؟ أنت شفت دي في حياتك؟ ده كلام احنا ما سمعناش عنه إلى يومنا هذا، ما سمعناهوش غير عن مالك بس. ما يرضاش يتكلم حديث نبي وهو واقف، وهو واقف ما ينفعش، هي مش قلبه وقومة، ده انت بتتكلم عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه وارضاه. وبعدين ذات يوم مر مالك بن أنس بأبي الزناد وهو يحدث بيقول لهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يجلس إلي، فلقيه بعد ذلك قال: ما منعك أن تجلس إلي؟ ده كان مالك، ده كان اسمه أبي الزناد، ده يعني من عظماء أهل الحديث، انت ما عدتش ليه يعني تكبرا يعني ولا حاجة؟ فقال مالك: كان الموضع ضيقا فلم أرد أن أخذ منك حديث النبي وأنا قائم على قدم رضي الله عنه وأرضاه. هو دوت ده الإمام مالك. المهم لما عمل الموطأ ده الحتة مهمة أوي بقى، رحل أمير المؤمنين اللي هو كان وقتها أبو جعفر المنصور كان رايح يحج، فكالعادة عدى على المدينة، دخل على طلب الإمام مالك، أرسل الإمام مالك رضي الله عنه وأرضاه. فالإمام مالك راح له يجلس معاه، سمع منه الموطأ أعجب بيه إعجاب شديد جدا. فأبو جعفر المنصور قال له: عزمت أن آمر بكتبك هذه، يعني يقصد الموطأ، تمام، فتنسخ نسخا ثم أبعث إلى كل مصر من أمصار المسلمين بنسخة، وآمرهم أن يعملوا بما فيها ويدعوا ما سوى ذلك من العلم، فإني رأيت أصل العلم رواية أهل المدينة وعلمهم. ده كلام محترم جدا. أبو جعفر المنصور قال له: بص الكلام اللي انت بتقوله ده، ده اخو امير المؤمنين. قال له: كده خلاص، ما في كتاب هسمح بيه في اي حته في العالم، هخلي الناس ينسخوا الموطأ نسخ كتير 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 كتير، ومحدش يقرف حاجه الا موطأ مالك. اظن انت لو اللي مؤلف الموطأ وامير المؤمنين بيقول لك كده، ده يعني ما فيش سعاده الحقيقه، ده هيسيد ارائك على الدنيا باسرها. اسمع بقى سيدك وسيدنا الامام مالك قال له ايه. قال مالك: يا أمير المؤمنين لا تفعل، فإن الناس قد صيقت إليهم أقاويل. شو بقى شغل بتاع الإمام مالك؟ الناس عرفوا حاجات وصيقت إليهم أقاويل، وسمعوا حاجات ما كانتش موجودة قبل كده، اختلفنا ما اختلفناش لكن معلومات متداولة ما بين الناس، هتيجي أنت تعمل لي فيها مشكلة وحتنشر الفتن بدل ما تنشر علم. يعني حتى لو كنت على صواب اسكت، لو وجدت الناس قد استقر الأمر عندهم بلا فتن ما تجيش أنت تعمل فتنة. يا خبر أبيض على العلم يا جدعان، حاجة تجنن. يعني الناس، يعني النبي عاش طول عمره عليه الصلاة والسلام نفسه يعيد بناء الكعبة على قواعد إبراهيم، يوسع الكعبة شوي عليه الصلاة والسلام. دقيقتين خلاص وهخلص، انا عارف، انا آسف، معلش سامحني يا ابويا، سامحني يا اخويا العزيز وسيدنا وتجرس. الله يخ... لو في عشاء انا خدام وتحت. الله يستركم، والله اني احبكم في الله، ربنا يحفظكم احبكم الله. فتخيل حضرتك، فالنبي عايز يعمل طول عمره كده، فلما وعاش كانت امنيته وهو صغير كان نفسه كده، وهو شاب كان نفسه كده، وهو نبي كان نفسه كده صلى الله عليه وسلم.
وهو يعني صغير السن يعني صلى الله عليه وسلم كان نفسه في هذا، وفضل ده حلم عند النبي انه يدخل، لانه الحجر اسماعيل ده اصله جوه الكعبة، فكان البناء بتاع الكعبة مستطيل، فكان نفسه يرجعها تاني على الحجم المستطيل. فلما فتح مكة خلاص بقى مع 10,000 فارس مقنعين بالحديد رضي الله عنه وارضاه، فتح مكة خلاص ووقف بقى كده، افتكر الحلم بتاعه اللي كان طول عمره الحلم، يعني افتكر الحلم اللي كان طول عمره، اصل في فرق بين حلم وحلم. تمشي مع سيدنا النبي كده. صلى الله عليه وسلم. نعم الاثنين يمشوا مش كده، يمشي حلم ويمشي حلم، يعني النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم يمشي معاه الحلم ويمشي معاه الحلم. انما خد بالك من الكلام، احنا بنفرق لك في الكلام العام خارج بقى مقام النبي. حلم خليك هادي طيابة، انما الحلم احنا بزيك بنقول الحلم، صحيح بنقول الحلم سيد الاخلاق مش الحلم. الحلم بضم الحاء، واحد نايم ومكوع كده يبقى ضمه حلم، انما واحد منكسر بالكسره حلم، يبقى الهدوء والطيابه اسمها حلم. ما علينا. فالمهم يعني فقال لها ايه، وقف النبي صلى الله عليه وسلم يقول لها ايه، لولا ان قومك حديث عهد بجاهليه لهدمت الكعبه وعدتها على قواعد ابراهيم، كنت اعيد البناء بتاع. لكن النبي راعى ان الناس ما تفتنش في الدين يا مشايخ، علشان ما يجيش يقول لك ايه الحق هذا بالكعبة، لا ما اعرفش ايه، وده كل واحد يزود بكلمة والليلة تبقى هيصة وفتنة، وده بيضرب ده مش عارف بيضربه ليه، وده بيقتل ده مش عارف بيقتله ليه، واللي بيكفر واللي بيرتد عشان ايه، يعني خليك تتفقد احوال. ده سيدنا هارون وجد الناس بيعبدوا عجل، عجل ما اصطدمش بيهم، ما اصطدمش، قال له اني خشيت ان تكون فرقت بين بني اسرائيل ولم ترقب، يعني يعني عباده العجل اهون من تفتيت المجتمع. انت فهمت الكلام؟ يعني عباده العجل امال ايه؟ انت متخيل حضرتك لو وجدت فاحشه، وهذه الفاحشه ستؤدي الى تفتيت المجتمع وان المجتمع يقتل بعضه بعضا، ارجع خطوتين لورا، ارجع خطوتين لورا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان بيعدي على سيدنا عمار بن ياسر، هو ده منظر ده بالله عليك ما كانش يصعب عليك يا دكتور عبد العزيز وانت معدي على عمار بن ياسر وابوه وامه؟ قال لهم ايه؟ كان قول لي فكرني، كان بيقولهم ايه؟ صبرا اللهم صل على النبي. كان ممكن في تصرفات تانية مش عايزين نقولها عشان المسجد، انما صبرا على ياسر، حقن الدماء، حقن الدماء، مراعاة الناس، منع الفتن. يا اخواننا في عرض النبي لازم نتعلم ادب القران الكريم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. فقال له فسيدنا مالك قال له لا، هتنشر الكتاب بتاعي غصب عن الناس، واللي الناس بتبقى مبسوطه وناس مش مبسوطه هتبقى فتنه. قالها له ازاي بقى؟ قال له يا امير المؤمنين لا تفعل، فان الناس قد سيقت اليهم اقاويل وسمعوا احاديث ورووا روايات، واخذ كل قوم منهم بما سيق إليه. خبر أبيض، شوف شوف خلاص. فقالوا إيه؟ وأخذ كل منهم، وأخذ كل قوم بما سيق إليهم وعملوا به ودانوا به من اختلاف أصحاب رسول الله. لقوا الصحابة اختلفوا بعض المسائل، كل واحد عجبه صحابي اتبعوا رضي الله عن الجميع. وإن ردهم عما اعتقدوه شديد، وإن ردهم عما اعتقدوه شديد شديد. يعني لما تلاقي الناس منفعلة بحاجة خليك هادي وعاقل، يعني تلاقي الناس الصمت مش بيكون عند من ضمن مواطن الصمت، الصمت عند الجنازة، إلا إنك بتمشي في جنازة وتلقى الناس وحدوه كنا دائلة، ما تجيش أنت بقى في الوقت جنازة والأعصاب ملتهبة ويا جماعة الخير هذا يا عم اسكت خلي والله ده لو سمعوك هتبقى وعيتك بيضا. فقال لك وإن ردهم عما اعتقدوه شديد فدع الناس وما هم عليه. بص بص ده كلام مالك، شوف شوف العلم يا شباب يا مشايخ، هو ده العلم. فدع الناس وما اعتقدوا وما هم عليه. قال المنصور لعمري لو طوعتني لأمرت بذلك. هكذا كان رضي الله عنه وأرضاه، يعني حاجة. وكان بيقول له كده، يقول للولي إياك أن يغرك هؤلاء بثنائهم عليك، ثناء الناس عليك اوعى تغتر بيه.
وكانوا في المسجد رضي الله عنه وارضاه في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ناظر أمير المؤمنين أبو جعفر المنصور مالكا. أبو جعفر المنصور كان عالم، عجبني أول كلمة دي، كان أمير المؤمنين وبيناظر مالك. أنت متخيل حضرتك يعني ناظر أبو جعفر المنصور الإمام مالك فين؟ في مسجد النبي، مناظرة ما بين مالك وما بين أبو جعفر المنصور. يبقى أبو جعفر المنصور ده كان علمه عامل إزاي؟ دي حكاية تجنن. المهم وهو بيناظره صوته عالي، لا لا تعالى لي بقى، بص اسمع بقى مالك عمل ايه. فرفع ابو جعفر صوته فقال مالك: يا امير المؤمنين. بيكلم مين؟ امير المؤمنين. اصحالي، بقول له: يا امير المؤمنين، لا ترفع صوتك في هذا المسجد، لا ترفع صوتك في هذا المسجد، ان الله ادب اقواما فقال: لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي. ومدح قوما فقال: ان الذين يغضون اصواتهم. وذم قوما فقال: ان الذين ينادونك، وان حرمه النبي ميتا كحرمته حيا. اللهم صل وسلم. فانتفض ابو جعفر واستكان وسكت. ادي يا سيدي، ادي الامام مالك نبذه كده خفيفه وسريعه عليه. وبص بقى، في باقه من اشراف المدينه خرج الامام مالك يستقبل امير المؤمنين المهدي اللي جه بعد ابو جعفر المنصور. لما ابصر المهدي امام المدينه انحرف اليه وسلم اليه، سلم عليه. الامام مالك قال له: يا امير المؤمنين، انت داخل على اهل المدينه دلوقتي، خد بالك انت داخل على مين؟ على اهل المدينه رضي الله عنهم وارضاه. قال له: فستمر عن قوم عن يمينك وعن يسارك، هم اولاد المهاجرين والانصار. بحذرك، دول اولاد مين؟ اولاد المهاجرين والانصار. فسلم عليهم، فإنه ما على الأرض قوم خير من أهل المدينة ولا خير من أهلهم. فالمهدي عجبوش الكلام، يعني إيه ده المبالغة دي؟ قال له: ومن أين قلت ذلك يا أبا عبد الله؟ دليلك إيه على كده؟ بص دليل الإمام مالك اللي خلاني أقف وأقول لا إله إلا الله. الإمام مالك قال له: لأنه لا يعرف قبر نبي اليوم على وجه الأرض إلا قبر الحبيب محمد. فيش قبر ولا نبي معروف إلا قبر النبي محمد، ومن قبر النبي عندهم ينبغي أن يعلم فضلهم على غيرهم. رضي الله عنهم وارضاه. الحقيقة نيجي بقى في اللقطة الأخيرة، عندما مرض واستكان في بيته مش قادر يخرج رضي، فبيقولوا له يعني: مش قادر تتحمل على نفسك، لماذا لم تتحمل على نفسك لتخرج إلى المسجد؟ فقال: لولا أني في آخر يوم من الدنيا وأوله من الآخرة ما أخبرتكم سلس بولي. أنا عندي مشكلة، عنده سلس بول، فكرهت أن آتي مسجد رسول الله إلا على طهارة حتى لا يكون ذلك استخفافا لرسول الله، وكرهت أن أذكر علتي إليكم فأشكو ربي إليكم. تخيل تخيل رضي الله عنه وأرضاه. آخر كلمة حقولها لك عن الإمام مالك رضي الله عنه وأرضاه: ذات يوم دخل مطرف ابن عبد الله على الإمام مالك. مطرف كان من أخلص تلاميذه، كان من الفقهاء وعلماء الحديث ورجالاته. فمطرف ابن عبد الله دخل على الإمام مالك رضي الله عنه وارضاه، فقال له: مالك، أخبرني يا مطرف، ما يقول الناس فيه؟ الناس رأيهم فيه إيه؟ فقال له مطرف، بيقول له: أما الصديق، ما الرجل ما بينافقش، أنا بس والله عظيم يا شيخ عبد العزيز، شو بس يقول له إيه؟ أما الصديق فيثني، وأما العدو فيقع. يعني اللي بيكرهوك بيكلموا كلام، أنا مش فاهم إزاي ده يتكلموا عن كلام، إزاي حد يتكلم على مالك كلمة مش كويسة؟ إنما هو ده ديدن العلماء في كل عصر، الناس بتحبك وناس بتكرهك. ما تعتقدش إن إجماعك على الناس كلها، الناس كلها هتجتمع عليك، انسى الكلام ده. قال له: أما الصديق فيثني، وأما العدو فيقع. فالإمام مالك ابتسم قال له: ما زال الناس كذلك، ولكن نعوذ بالله من تتابع الألسنة كلها. يعني اللي أنا بارجوه من ربنا إن الناس ما تجمعش كلهم على إن أنا سيء، إنما طول ما في خلاف يبقى فيه نجاة ووسيلة وشفاعة. ومات صلوات الله رضوان الله عليه وأرضاه بعد عمر حافل من العطاء، حوالي 86 سنة، مات 179 هجرية رضي الله عنه وأرضاه.
وبقي الإمام مالك علامة فارقة من علامات توقير المصطفى صلى الله عليه وسلم. أرجو أن أكون هذه الرحلة السريعة توفت بنا في هذا الفقيه الكريم رضي الله عنه، ونسأل الله عز وجل أن يجزيه عنا خير الجزاء. اللهم احشرنا معه ويا رب العالمين، اللهم علمنا علمه يا أكرم الأكرمين، اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تدع فينا ولا منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لا كلام بعد هذا الكلام. بسم الله ما شاء الله. باسمكم جميعا نتقدم بخالص الشكر والتقدير والعرفان لفضيلة العالم الجليل فضيلة الشيخ خالد الجندي، والذي طوف بنا حول سيرة ومناقب سيدنا الإمام مالك، سائلا الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. الشكر موصول لكم على حسن استماعكم وإنصاتكم، ونلتقي دائما على الخير وفي الخير. دمتم في أمان الله.